شهدت المنظومة الصحية في مصر طفرة نوعية لمسها المواطن المصري منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية حزمة من المبادرات في مجال الصحة العامة منذ توليه حكم مصر، بلغت تكلفتها مليارات الدولارات بهدف الارتقاء وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بمثابة نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. وجاءت المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس لتكون بداية استئصال للأمراض المتوطنة في المجتمع، وكانت سببا في الكشف عن أمراض خفية لم يكن يعلم عنها المواطن. وجاءت على رأس تلك المبادرات الاكتشاف المبكر لفيروس سي، والتي استهدفت 60 مليون مواطن، وتم بالفعل فحص ما يقرب من 52 مليون ونصف مليون مواطن، وعلاج ما يقرب من 2.1 مليون مواطن بالمحافظات كافة خلال مراحل ثلاث، وذلك بهدف خلو مصر من فيروس سي بحلول عام 2020، خاصة أن هذا المرض أودى بحياة 70% من حالات الوفاة في مصر، لتعد أكبر حملة قومية في تاريخ البشرية من خلال 123,000 شاب متطوع. كما تولت المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر لأورام الثدي للمرأة وضعف وعلاج السمع والضغط والسكر والسمنة وصحة المرأة والجنين والأنيميا والتقزم لتلاميذ المدارس، والتي شملت 11.5 مليون طالب وطالبة. وخصصت وزارة الصحة 225 عيادة للتأمين الصحي لعلاج المصابين مجانا، وتقديم أوجه الرعاية الطبية للمرضى الذين تم اكتشافهم من خلال تلك المبادرات بالمجان. المبادرة دي أحسن مبادرة للرئيس عملها، لأن حس بالغلابة، إحنا ناس ما كناش بنعرف إن إحنا عندنا حاجة، ولو حتى عندنا ما كناش بنقدر نشتري العلاج. إحنا دلوقتي وفر لنا العلاج، وفر لنا كل حاجة، وكويس اللي إحنا نقدر نصرف العلاج ده ببلاش. أنا ما دفعتش ولا جنيه الصراحة. مفيدة جدا لينا، لأنها بتحدد كمان نسبة الحديد في الدم، وده بيساعدنا كمان إن إحنا نعرف إيه هي مشاكلنا. كما أطلق الرئيس مبادرة حياة كريمة لمكافحة ضعف وفقدان الإبصار نور الحياة، تستهدف الكشف المبكر عن 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية ومليون مواطن بتمويل مليار جنيه من صندوق تحيا مصر. كما جاءت مبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي للتأكيد على دور مصر المحوري بالقارة السمراء. أما مبادرة القضاء على قوام الانتظار فكانت بمثابة بردا وسلاما على عشرات الآلاف من المواطنين الذين انتهت معاناتهم. الناس كلها كانت محتاجة، حضرتك ما كنتش بتيجي تشوف الطوارئ والعيادات الخارجية تحت، ما كناش بنلاقي كرسي نقعد عليه، كرسي ما كانش موجود. دلوقتي العيادة تحت فاضية لمبادرة الرئيس، ربنا يبارك لنا فيها يا رب. وكانت تلك المبادرات بمثابة البنية التحتية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بإنشاء 48 مستشفى نموذجي. فجاءت المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فكانت البداية الناجحة ببورسعيد، لتنطلق تلك المنظومة بمحافظة الإسماعيلية والأقصر وأسوان والسويس. الخدمات، أسلوب الدكاترة، أسلوب الممرضين ممتاز. كما سعت مصر بقيادة الرئيس السيسي في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وكل ما يهدد حياتهم من أمراض، ونجد ذلك واضحا في مواجهة الدولة المصرية في العديد من الأمراض ومنها فيروس كورونا، وذلك بتوفير العديد من مستشفيات العزل بمحافظة مصر كافة. وخاضت مصر تجربة ولازالت ناجحة في مواجهة المرض من خلال الجيش الأبيض، خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، وكانت مصر سباقة في توفير اللقاحات للفيروس. أنا حرصت على أن أجي أخذ اللقاح، لأنه هو ده المفروض أن الناس كلها تعمله للوقاية. المنظومة الصحية في مصر تطورت بشكل كبير وتصدت الكثير من الصعوبات والتحديات، ولازلنا ننتظر المزيد من التطور والتقدم مع رئيس ليس له سقف من الطموحات. محمد حلمي، التلفزيون المصري.